الطريقة اللي بعدها أيضا عندنا جل إلكتروفورسز، لكن راح نجي نحكي عن البانس ديتكشن. هي تابعة للجل إلكتروفورسز، مو طريقة جديدة، لكن شون راح نكتشف هاي الباند ديتكشن، الحزم اللي راح تظهر عندنا، واللي كل حزمة تمثل لي بروتين انفصل عن المجموعة الباقية. ورا ما أكمل الإلكتروفورسز بأي طريقة من الطرق اللي ذكرناها فوق، سواء بالبيج أو SDS بيج او الايزو الكتريك بوينت فوكسنج او بالتو دايمنشنال، ورا هذا سيبريتد بروتين شلون اكتشفهم؟ ورا ما انفصلوا البروتينات واحد عن الاخ شلون راح اكتشفهم؟ اما ستيننج اضيف لهم صبغات، وكل بروتين راح ينصبغ بلون معين، مثل اول صبغه هي الكوماسيا بريلنت بلو اللي هو ازرق لامع، او السيلفر ستين صبغه فضيه، او الفلوريسنت ساير بوداي اللي هي يكون لونها اورنج، يكون لونها على البرتقالي. او النقطة الثانية استخدام، او الطريقة الثانية ورا الـ SDS صوديوم دوديسيل سلفيت البولي اكريلاميد جل الكتروفورسز، البروتينات اللي انفصلت اقدر انقلها الى ممبرين، طبقة جديدة او غشاء جديد. وشون اقدر اشوف البروتينات؟ استخدم انتيبادي بايندينج اللي هي سميناها استرين بلوتينج، ورح نعرف شنو بعدين هذا الانتيبادي بايندينج. او الطريقة الثالثة antibody used may be labeled with radioactive isotope. هنا أنا اكو طريقة اكتشف البروتين عن طريق انه استخدم الانتيبادي. الانتيبادي اللي استخدمه اقدر الليبلد اشرة او احط له فد لون، فد مادة مشعة radioactive isotope 1251، هاي مادة مشعة. وبعدين the position of the bound protein شون اقدر اكتشفه؟ إذا هذا الانتيبادي اللي يحتوي المادة المشعة ارتبط بالبروتين، أقدر أكتشفه بالأوتو راديوغرافي اللي هو جهاز يكشف لي عن هاي المواد المشعة. فأني خليت المادة المشعة ترتبط بالانتيبادي، والانتيبادي رح يجي يرتبط بالبروتين. فمن أكتشف المادة المشعة كأنه اكتشفت وشفت البروتين نفسه. فإذا أما أول شيء طريقة الستينينج أضيف صبغات، او انه عن طريقة الويسترن بلوتينج انه اخلي الورمة افصل البروتينات انقلها الى ممبرين، وبعدين اضيف على هذا الممبرين مجموعة من الانتيبادي، واذا صار ارتباط بين البروتين والانتيبادي ينطيني فالدلالة معينة. او الثالثة انه اربط ويا الانتيبادي فد مادة مشعة راديو اكتيف ايزوتوب واكشفها بجهاز اوتو راديوغرافي. هذا الاميونولوجيكال تكنيك، النقطة الثانية اللي حكينا عليها اللي هي الويسترن بلوتينج. الانتيجين شنو والانتيبادي شنو؟ الانتيجين اني مولكيول ذات انديوس برودكشن اوف انتيبادي، اي مادة تحفز الجسم على انتاج اجسام مضادة هي اسميها انتيجين. اذا اي مادة من تدخل للجسم وتحفز الجسم على انتاج اجسام مضادة اسميها انتيجين. Or anything foreign to the immune system، أي شيء غريب بالنسبة لجهاز المناعة، بكتيريا فاتت للجسم، فيروس أو حتى جزء من الفيروس أو من البكتيريا، بولينز اللي هي هاي الأبواغ الموجودة بالجو اللي تسبب حساسية لبعض الأشخاص، كلها هاي أعتبرها أنتيجين لأن هي مادة غريبة على جهاز المناعة. فمن تدخل للجسم تحفز جهاز المناعة على إنه ينتج لها أنتيبادي. شلون احنا هسه هاي بالأزمة الحالية مال كورونا، ورا ما ينصابون بكورونا يقولوا لهم روحوا سووا تحليل مال أجسام مضادة. ليش؟ لأنه الكورونا فيروس هو فيروس من يدخل للجسم جهاز المناعة يعتبره جهاز غريب، فيكتشفه يقرأ على شكل أنتيجين. من يقرأ جهاز المناعة ينتج له أجسام مضادة، فخلص الجسم اكتسب مناعة ضد هذا الفيروس، صار يعرفه ويعرف صورته الأنتيجين مالته. فمن يروح يحلل الشخص إذا يلقي جسمه مكون أنتيبادي ضد هذا الفيروس، معناها هو كان مصاب بفيروس كورونا ومتشافي من عنده لأنه جسمه مكون له أجسام مضادة. هذا الرمز، رمز المثلث، هو رمز الأنتيجين. مثل منو بعد الأنتيجين؟ البروتين موليكيول تعتبر أنتيجين، الكربوهيدرات موليكيول تعتبر أنتيجين، المايكرو أورغانيزم، كل الكائنات هاي المايكرو أورغانيزم مثل البكتيريا الفيروسات كلها تعتبر أنتيجين. الألرجين، المواد اللي تسبب لي حساسية مثل الأبواغ وغيرها، هاي أعتبرها أنتيجين. الفيروسات كلها أنتيجين.
فالأنتيجين هو أي جسم غريب على جهاز المناعة، أي جسم غريب يدخل الجسم ويحفز الجسم على أنه ينتج له أجسام مضادة أسميه أنتيجين. زين، الأجسام المضادة شنية؟ الأنتيبادي شنوة؟ الأنتيبادي هو بروتين ينتج جهاز المناعة كديفند أجنست أنتيجين، كوسيلة دفاع ضد الأنتيجين. والرمز مال جهاز المناعة هو هذا حرف الواي، فهو هذا حرف الواي يتكون الأنتيبادي من هيفي تشين من هذا الطرف ثقيل، ومنها لايت تشين منها تكون خفيفة، ويجي يرتبط هنا المثلث يقعد أنتيجين بايندينج سايت اللي باللون الأزرق، هاي تكون كونستانت، هاي منطقة ثابتة ما يتغير شكلها. اللي يتغير شكلها هي الأطراف اللي يكون لونها برتقالي، هاي ممكن تتغير. يجي يقعد هنا الأنتيجين ويصير عندي رياكشن بين الأنتيجين والأنتيبادي. أنتيبادي can be generated that are highly specific for a particular protein. كل بروتين بالجسم إلى أنتيبادي مضاد إله. عرفنا شنو الأنتيجين وشنو الأنتيبادي. كل بروتين إلى أنتيبادي لأنه هو يعتبر أنتيجين. This specificity is important as it allows for the identification of particular protein in solution. أنا هاي راح أستفاد منها وأستغلها، بما أنه كل بروتين إلى أنتيبادي فأنا راح أستخدمها بأنه أكتشف البروتينات إذا عندي مجموعة من البروتينات موجودة كلها سوى بسوليوشن واحد، أستفاد من التفاعل اللي يصير بينها وبين الأنتيبادي وأكشف عن نوع البروتينات. هنا كان readily detect small quantity of specific protein. الويسترن بلوتينج اللي دا يصير بي following SDS page ورا ما أسوي إلكتروفوريسز، البروتينات اللي انفصلت وحصلت عليها أنقلها على membrane على طبقة أو غشاء، and specific protein can be visualized أضيف لها مجموعة من الأنتيباديز. أنا دا أبحث عن بروتين واحد لكن ضفت له مجموعة من الأنتيباديز، الأنتيبادي اللي يتفاعل وياه من يصير عندهم رياكشن بين الأنتيبادي والأنتيجين معناها اكتشفت البروتين اللي دا أبحث عنه. فمن أضيف لهذا السوليوشن اللي يحتوي مجموعة من البروتينات أضيف مجموعة من الأنتيبادي، لكن لكل بروتين أنتيبادي معين إله خاص بي ما يقدر يرتبط ويا غيره، يرتبط فقط ويا هذا البروتين. من يصير ارتباط بين الأنتيجين والأنتيبادي تطلق عندي هاي الباند الحزمة وأقدر أكشفها بالطرق اللي حكينا عنها، فبالتالي أنا كشفت عن البروتين من بين مجموعة بروتينات. بس شنو هاي هسه اللي أخذنا؟ أخذنا الإميونولوجيكال تكنيك، إنه اعتمدت على المناعة على التفاعل اللي يصير بين الأنتيجين والأنتيبادي. أكو نوع ثاني من طرق الفصل أيضا راح أعتمد على الإميونولوجيكال أيضا على المناعة، لكن هذا النوع اسمه الإلايزا. الإلايزا مختصر لشنو؟ مختصر لجملة إنزيم حرف الإي لينكت حرف الإل إميونوسوربنت حرف الآي والأس السي حرف الأي، فمختصر لجملة إنزيم لينكت إميونوسوربنت السي. It is useful and powerful، طريقة مفيدة وفعالة أو قوية انه اخمن النانوغرام بير ميلي لتر او البيكوغرام بير ميلي لتر اوردرد ماتيريال ان ذا سوليوشن. اذا هي طريقه مفيده وفعاله انه اكشف عن التراكيز الصغيره جدا، النانوغرام جدا صغير، فش قد عندي نانوغرام بالميلي لتر الواحد او البيكوغرام بالميلي لتر الواحد، فالمواد اللي يكون تركيزها صغير جدا بوحدات النانوغرام او البيكوغرام اقدر اكشف عنها بطريقه الإلايزا. هنا ليش اسمها إلايزا؟ ليش اسمها انزيم لينكت اميونوسوربنت اسي؟ اول شيء الانتيجين اوف انترست، الانتيجين بمعنى البروتين اللي دا ابحث عنه، اسوي له ابزوربشن اونتو بلاستيك سيرفيس، هذا تفسير كلمه سوربنت، سويت ابزوربشن يعني خليته يصير لامتصاص على طبقة من البلاستيك أو سطح بلاستيكي، خليته يصير امتصاص للأنتيجين أو البروتين اللي دا أبحث عنه. بعدين الأنتيجين أجي أضيف مجموعة من الأنتيبادي فيصير أنتيجين أنتيبادي. الأنتيجين إذا يتعرف عليه الأنتيبادي ويرتبط وياه هذا تفسير كلمة إميونو. الأنتيبادي نفسه يتعرف عليه أنتيبادي ثاني
هذا الانتيبادي الثاني يكون مرتبط بإنزيم، وهذا تفسير كلمة إنزيم لينكت. آخر شيء أضيف السبستريت مال هذا الإنزيم. من يتفاعل السبستريت ويا الإنزيم ينطيني مادة ناتجة برودكت تكون كالرد، ملونة بلون معين. من يظهر عندي اللون معناها شنو؟ من يظهر عندي اللون معناها الإنزيم تفاعل ويا السبستريت، والإنزيم مرتبط بالأنتيبادي، والأنتيبادي مرتبط بالأنتيجين، فمعناها تم التفاعل بين الأنتيجين والأنتيبادي. نرجع نعيد الفكرة مال الإلايزا. الفكرة مال الإلايزا بأنه أنا عندي بروتين اللي هو أنتيجين أريد أكشف عنه وأفصله وأتأكد إذا هو موجود أو لا. فشون راح أفصله؟ أسوي له absorption، أخليه يعني يصير لامتصاص على فت سطح بلاستيكي، هذا تفسير كلمة sorbent. بعدين أضيف مجموعة من الأنتيبادي، من الأجسام المضادة. المفروض هذا الأنتيجين اللي دا أدور عنه يكون إله فد specific antibody، فد antibody خاص بي. مين يكتشف الأنتيبادي؟ يدور، يظل يدور علي الأنتيبادي ماته. من هذا الأنتيبادي يلقي الأنتيجين ماته ويرتبط وياه، صار عندي رياكشن بين الأنتيجين والأنتيبادي. زين أنا شلون راح أعرف هذا التفاعل صار بيناتهم لو لا؟ أجي هذا الأنتيبادي أكشف عنه بأنتيبادي ثاني، أدور عليه بأنتيبادي ثاني، بس هالمرة الأنتيبادي اللي أضيفه يرتبط وياه إنزيم، يكون مرتبط وياه إنزيم. ضفت الأنتيبادي اللي يكون مرتبط وياه إنزيم، دور لي على الأنتيبادي الأول اللي مرتبط بالأنتيجين وارتبط وياه. آخر شيء شلون أعرف هذا كله تم ووصلت للأنتيجين اللي دا أبحث عنه؟ أضيف السبستريت مال الإنزيم، يعني المادة اللي ترتبط بالإنزيم. من ترتبط بالإنزيم وتطيني مادة ناتجة تطيني لون، من يطلع لي اللون معناها أنا كشفت عن هذا البروتين وتأكدت هو موجود بهذا السوليوشن. شلون تأكدت؟ لأن السبستريت اتفاعل ويا الإنزيم وانطاني اللون اللي دا انتظره. من معناها السبستريت تفاعل ويا الإنزيم معناها الأنتيبادي الثاني لقى الأنتيبادي الأول، والأنتيبادي الأول تفاعل ويا الأنتيجين فتم عندي التفاعل وكشفت عن وجود البروتين. فإذا basic principle of ELISA، المبدأ الأساسي بتقنية الإلايزا أنه استخدمت إنزيم حتى أكشف عن البايندينج، عن الارتباط اللي صار بين الأنتيجين والأنتيبادي. الإنزيم شي يسوي؟ يحول مادة تكون كالرلس، السبستريت اللي يتفاعل ويا الإنزيم يكون بالبداية كالرلس كروموجين، لكن من يرتبط بالإنزيم يتحول إلى كالرد برودكت، يتحول إلى مادة ناتجة ملونة، فمعناها كشف عن التفاعل اللي صار بين الأنتيجين والأنتيبادي. هاي تقنية الإلايزا استخدمها حتى أكشف عن وجود الأنتيجين أو الأنتيبادي على حسب شلون مصمم. أكو بعضها مصممة حتى تكشف لي عن الأنتيجين، وأكو بعضها مصممة حتى تكشف لي عن الأنتيبادي. الإلايزا اكتشفوها بال 1970 and became rapidly accepted، وبسرعة تقبلوها العالم واستفادوا من عندها واستخدموها. فإن هذا يوضح لنا أنه عندي solid support هذا اللي حكيت عليه، وحاطين عندنا الـ first antibody، second antibody، third antibody، وحطيت البروتين اللي دا أبحث عنه. فأول شيء حطيته بالـ first antibody، بعدين سويت له immobilize antibody on solid support، و add a second antibody، ضفت antibody ثاني اللي يكون مرتبط بالإنزيم مثل ما شرحنا، والإنزيم بعدين أضيف له substrate فينطيني colored product. هاي الطريقة هي طريقة الكشف عن البروتين، لكن هي طريقة immunological technique. احنا مو قلنا بالبداية اول شيء الكتروفورسز، اول وحدة هذه كانت الكتروفورسز اخذناها اربعتها. الثانية immunological technique اخذناها اثنيناتها، الويسترن بلوتينج والإلايزا. بقت عندنا اخر طريقة رقم ثلاثة هي الانزيم السي. الإنزيم السي هي آخر طريقة للكشف عن وجود البروتين. شنو المبدأ مال الإنزيم السي؟ The measurement of activity of an enzyme in serum. أنا أخذ عينة من السيرم، عينة من دم المريض أو دم الشخص، وأشوف الأكتيفيتي مال الإنزيم، أدور عن الإنزيم وأشوف كميته بالسيرم إيش قد. هذا ينطيني فد indication، فد دلالة
على انه هذا الانزيم موجود at normal level، موجود بالمستوى الطبيعي بالكمية الطبيعية اللي المفروض يكون موجود بيها، لو اقل من الطبيعي لو اكثر من الطبيعي. فاذا نبدأ مال الانزيم السي the measurement of the activity of enzyme in serum، اقيس فعالية الانزيم بالسيرم ايش قد موجود حتى اشوف موجود بالنسبة الطبيعية لو اقل لو اكثر. Enzyme assay can be used as a diagnostic tool for metabolic disease. استخدمها لتشخيص الأمراض الأيض الغذائي. مثل عندي specific enzyme أشوفها موجودة لو ما موجودة، وش قد موجودة، قليلة لو هواية. مثل واحد من أهم الإنزيمات هو الجلوكوز 6 phosphate dehydrogenase deficiency. تتذكرون الجلوكوز 6 PD deficiency اللي أخذناه بمادة الميتابوليزم، اللي كان من يصير عندنا بنقص الفافيزم أو حساسية الباقلة اللي حكينا عليها. The activity of various enzymes in serum is often measured as they are indicator of tissue damage. أنا ليش دا أقيس الميجرمنت، ليش دا أسوي قياس للأكتيفيتي مال الإنزيم وأشوف المستوى مالته نورمال طبيعي، لو أقل من الطبيعي لو أعلى من الطبيعي. لأن من يكون أحيانا أقل من الطبيعي أو أعلى من الطبيعي ينطيني دلالة إذا أكو تشو دامج، إذا عندي دامج ضرر بالتشو بالنسيج المنتج لهذا الإنزيم. إذا الإنزيم that is normally found in a particular tissue is found at elevated level in the serum, this can be indicative of tissue damage caused by a disease. إذا كان الإنزيم المفروض يتواجد بنسبة طبيعية في نسيج معين لكن أنا لقيته مرتفع أكثر من الطبيعي، معناها دلالة على أنه أكو تشو دامج، أكو فد ضرر بهذا النسيج سببه أنه عندي ديزيز. تلاحظوا هنا هذا الكابيلاري بالأوعية الدموية بالحالة الطبيعية الأي normal cell turnover، لاحظوا الكمية شقد قليلة هنا، هاي normal cell. لكن لاحظوا بالمقابل إذا عندي necrosis cell necrosis، الخلية دا يصير بيها دمج، الخلية متضررة as a result of disease or trauma. أما عندي مرض أو تروما فد صدمة أو مرض لا يخلي بعض إيش قد زاد، بعض بالطبيعي إيش قدوته كان المفروض يتواجد وإيش قد صار أكو من عنده. Increased plasma level of intracellular enzyme due to cell damage. فعندي مجموعة من الأمراض أو مجموعة من الإنزيمات من ترتفع أقول معناها أكو عندي ضرر بالنسيج الفلاني. ليش؟ لأنه هي المفروض تتواجد بأقل من هيجي كمية، المفروض يكون النورمال ليفل مالتها أقل من هاي الكمية. فمن ألقيها إليفيتد، من ألقي الليفل مالتها مرتفع كلش بدم هذا الشخص بالسيرم مالته، أقول معناها النسيج اللي جاية من عند هذا الإنزيم متضرر بسبب فد مرض معين. مثل من عندنا الإنزيمات المهمة الأسبارتيت ترانس أمينيز والألينين ترانس أمينيز، هذني ماركرات فور ليفر دامج او ديزيز. هذني من اريد ابحث عن ضرر بعضو الكبد، اريد اتاكد ما عندي ضرر بالكبد، اسوي للشخص هذني التحليلين AST وALT. ذني شو وقت ممكن يرتفع عن سيرتن دراج مثل الكوليسترول لورنج ستاتين. اكو سامعين اكيد كلكم انهم او عندكم احد يستخدمها من الكبار بالعمر، يستخدمون ادوية الدهون، ادوية تقلل مستوى الدهون او مستوى الكوليسترول بالدم، اسمها الستاتينات ستاتين. هذني دا يقلل الدهون لكن بنفس الوقت يزيدن الانزيمات مال الكبد الـ AST والـ ALT level، يزيدنها بحيث انه نوبات يوصل مرحلة كلش يزيد المستوى مال دمي، بحيث الدرج الاصلي مال الكوليسترول افطر انه discontinuation اسوي له، افطر اقول له للطبيب انه الطبيب يقول له للمريض انه هذا العلاج صح دا يقلل الدهون بالدم لكن دا يزيد لك انزيمات الكبد بصورة عالية جدا، فراح افطر اوقف لك هذا العلاج. الانزيم الثاني هو الاميليز واللايبيز، هذني ماركرات دلالة على صحة عضو البنكرياس. من يرتفع عن معناها عندي بنكرياتايتس، التهاب بالبنكرياس. الانزيم الثالث هو جاما جلوتاميل ترانسبيريز او GGT اللي هو ايضا ماركر على الليفر دامج.
لكن مو اللي يكون سبب الأدوية، يكون سبب الكحول. إذا شخص مدمن على الكحول يشرب مشروبات كحولية تزيد لهذا الإنزيم الجي جي تي. الإنزيم اللي بعده هو الكالين فوسفاتيز ALP، هذا ماركر للبون ديسوردر، يرتفع بأمراض اللي تصيب العظام، ويرتفع بالأوبستراكتيف ليفر ديزيز، بالأمراض اللي تسبب لي أوبستراكشن، انسدادات بالكبد. هذا ديفرنت ايزوزايم. هذا الانزيم يكون له اكثر من صوره، وراح نعرف بالسلايد اللي وراها يعني شنو ايزوزايم. اللي بعده هو الاسيد فوسفاتيز او الاي سي بي، هذا ماركر للبروستات كانسر. اذا لقيت هذا الانزيم مرتفع معناها الشخص عنده سرطان بالبروستات. بلازما كولينستريز، هذا يقل بالليفر ديزيز، هذا بالعكس مو يزيد، هذا يقل من يكون عندي مرض بالكبد. اخر شيء عندنا الكرياتينين كاينيز، السي كي واللاكتيت دي هيدروجينيز، وذني جدا مهمات لانه ذني ماركرات لصحه القلب، صحه عضو القلب، وانه ما بي الام اي المايوكارديال انفاركشن التجلطات اللي تصير بالقلب الام اي. من يرتفع عن ذني الانزيمات يعني معناها عندي مايوكارديال انفاركشن، الشخص بيمر بنوبه قلبيه. هذا ايضا الانزيم الى اكثر من صورة. هذا الانزيم السي كي يوصل اعلى مستوى الى باول 24 ساعة ورا الام اي، ورا النوبة القلبية. بعد ما يتعرض الشخص الى نوبة قلبية اول 24 ساعة ورا النوبة يوصل هذا انزيم الكرياتين كاينيز الى اعلى ليفل، الى اعلى مستوى. بينما الـ LDH قد يظل مرتفع، يظل 36 ساعة وراء النوبة القلبية مرتفع، واصل للذروة مالته أو للبيك. نجي يعني شنو ايزو انزيم؟ بروتين that differ somewhat in primary structure and properties from tissue to tissue but have the same function. إذن هي بروتينات تختلف نوعا ما بالستركتشر مالتها وبالخصائص بين نسيج ونسيج ثاني، لكن عندها نفس الوظيفة. أسميها specific tissue specific isoform أو isozyme. إذن هي تعتبر كصور لنفس الإنزيم، نفس الفانكشن، نفس الوظيفة، لكن الفرق فقط بالستركتشر وبالخصائص مالتها من تشو إلى تشو ثاني. الايزوزايم ممكن أفصلها بالإلكتروفورسز and the amount of each one in blood can be determined and used in diagnosing site of tissue injury and cell death. بما أنه راح يكون عندي أكثر من صورة لنفس الإنزيم، لكن كل صورة تعطيني دلالة على تشو معين، فأنا راح أستخدمها حتى أعرف المرض وين موجود بالضبط بيا تشو من هذول الأنسجة. فمثلا عندي هذا السي كي اللي هو كرياتين كاينيز، هذا بروتين، هذا إلى أكثر من صورة، إلى أكثر من ايزو انزيم. كل واحد من دول الايزو انزيم يتكون من 2 سب يونت، ان موجود بالسكيليتال مصل، فإذا كانت التو سب يونت اثنيناتهم ام ام ام، هذا الكرياتين كاينيز الخاص بالعضلات الهيكلية بالسكيليتال مصل اللي هو اسمه CK3. بينما إذا كانت اثنيناتهم the two sub unit اثنيناتهم BBB معناها وين؟ بالبرين، معناها هذا نسميه CK1، هذا وين موجود؟ موجود بالدماغ. وبعد موجود إلى صورة ثالثة أو ايزو انزيم ثالث اللي هو هيترودايمر، يعني واحدة من السب يونت N وواحدة من عندهم B. هذا وين موجود؟ هذا موجود بالقلب MB اللي هو CK2، هذا يشكل 5% من كل CK انزيم. فإذا الايزو انزيم هي صور لنفس الانزيم يختلفن بالستراكتشر وبالخصائص من نسيج الى نسيج ثاني بالجسم، لكن يتشابهن فقط بشيء واحد اللي هو الفانكشن، لهم نفس الوظيفة. فأخذنا مثلا انزيم الكرياتين كاينيز هو يتكون من 2 سب يونت، اما N او B. اذا اثنيناتهم N السب يونت الاولى N والسب يونت الثانية N، هذا الكرياتين كاينيز اللي يكون خاص بالعضلات اللي هو CK3.
اذا كانت الاثنين سب يونت اثنيناتهم بي بي، هذا الكرياتين كاينيز الخاص بالدماغ بالبرين اللي هو سي كي 1. لكن اذا كانت واحده منهم ام وواحده منهم بي، هذا الكرياتين كاينيز الخاص بالقلب. اذا يصير الشخص عنده نوبه قلبيه ام اي، هذا السي كي 2 اللي هو واحده منهم ام وواحده بي يرتفع اكثر من الطبيعي. الطبيعي المفروض يكون 5% من التوتال سي كي، يرتفع فوق 5%. فلاحظوا هنا اذا شخص نورمال ما عنده، لاحظوا الام بي السي كي 2 مقارنه بالسي كي 3 كلش قليل 5% فقط. لكن لاحظوا اذا شخص عنده ام اي، شخص patient 24 hour after MI و 24 ساعة وراء النوبة القلبية، لاحظوا قد ارتفع الـ MB، ارتفع الـ CK2، دلالة على انه هذا الشخص صار عنده نوبة قلبية. ايضا عندنا انزيم اسمه التروبونين. التروبونين هم استفاد من عنده انه اشخص هذا المريض انصاب بنوبة قلبية لولا، لكن هذا التروبونين هو يفيدني بالتشخيص المبكر، مو مثل السي كي. السي كي يظل مرتفع قلنا حتى وراء 24 ساعة، وراء 36 ساعة من النوبة القلبية يظل مرتفع، وأكثر أقدر ألقيه مرتفع بالدم. التروبونين لا، التروبونين highly specific، it is detected in acute MI فقط أول 3 إلى 5 ساعات من ظهور أعراض النوبة القلبية أقدر أشوفه. ممكن كلش يوصل 10 إلى 12 ساعة، وراها يختفي من الدم. يعني أنا ورا أقدر أكتشفه فقط بأول ساعات بعد النوبة القلبية، وراها يختفي من الدم وما أقدر أكتشف إنه هذا الشخص صار عنده أم آي من الوجود التروبونين أو عدمه، لأن التروبونين يرتفع فقط بالساعات الأولى من النوبة القلبية، فقط بالساعات الأولى 3 إلى 5 ساعات. It remain elevated، يبقى مرتفع 5 إلى 10 دقي، يبقى مرتفع. Cardiac troponin may be rapidly measured، لازم نقيسه بسرعة وراء النوبة القلبية.